منهج السلف أي طريقة الاستدلال عند السلف. الشيعي يقول مسلم، هذا يقول مسلم، لكن مسلم كيف؟ لابد من التحديد والبيان. فأنا مسلم على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بمعنى ويتبع غير سبيل الصحابة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي غيره ماذا قال لابنته فاطمة؟ إن خير سلف لك أنا، إن خير سلف لك أنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الاسم، والقدامى في مقدمة مسلم دعوا حديث عمري بن ذئب فإنه كان يسب السلف. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإذا قال الله قولا أو قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا لا تقدم. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. فمن كان إيمانه على خلاف ما كان عليه الصحابة لم يكن من أهل الهداية. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وكانت نافعة لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. ومن كانت عباداته على خلاف ما كان عليه الصحابة لم يكن من أهل الهداية. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا مبا صلح بها أولها. وما لم يكن يومئذ دينا في هذه الفترة الزمنية لا يكون اليوم دينا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ومن كان في باب التزكية على خلاف ما كان عليه الصحابة لم يكن من أهل الهداية. وهكذا لا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، فهنا الحق كما سمعتم بأدلته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المباركون، أحييكم بتحية الإسلام المباركة وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما رأيتم في الإعلان عن هذه المحاضرة القيمة التي ستشنف أسماعكم، فقبلها وقبل التقديم لها كما هو المعهود نبتدئ بكلام الله تبارك وتعالى، وسيتلو على مسامعنا آيات المباركات، سيتلوها الأستاذ سامير مرداس حفظه الله. فنبتدئ بهذا الخير المبارك، وفليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. جزا الله خيرا أستاذنا الفاضل على هذه القراءة المباركة من سورة الإسراء. وفي عجالة والليل يعني قصير في فصل الصيف فيعني أتقدم بهذه الكلمات بين يدي شيخينا الفضلاء من الفضلاء، فقد تهيبت اللقاء فما بالك بالإلقاء بين يدي شيوخنا بل شيوخ شيوخنا حفظهم الله. فيعني لا يعني ما أود أن أتكلم به أو أرحب به مما يعني هو أكثر من هذا الشعور، اقتبسته من قصيدة لأحد الشعراء فأقول كما قال الشاعر: الشعر أشرق وجهه وتهلل وتهافتت لقدومكم رتب العلا، والقلب ذي نبضاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا، يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه متمهلا متمهلا يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا. ولعله يقصد بعض ضيوفه ونحن أكثر منه في هذا الترحاب لضيوفنا الكرام. وحتى لا أطيل، فهذه المحاضرة القيمة التي هي من واجب الوقت كما نعلم جميعا من يعني كثرة الفتن وتموجها وكثرة الطوائف وكثرة الطاعنين في دين الله تبارك وتعالى وكثرة الدعاة على اختلاف مناهجهم، ويجد المرء نفسه يعني كأنه حائر، بل هو حائر كذلك لمن لم يعرف يعني المنبع الأصيل والمرجع في تصحيح المسار ويعني السير إلى الله بما يرضي الله عز وجل. فكما سمعتم من العنوان يعني موقف فهم السلف مكانته وتعريفه، يعني ينبري لهذا التقديم شيخنا المفضال سيدي محمد زغير حفظه الله، يعرفكم بهذا المرجع وهذا الفهم الأصيل الذي ينبغي أن يعلمه كل مسلم، وكيف لا ونحن نترضى جميعا عن الأوائل. وسمعتم من الآيات، يعني لو أردت لأطلت ولكني يعني أراني يعني مضطرا إلى الاختصار، فأترك شيخي وشيخ شيوخنا سيدي محمد زغير يعني يتفضل مشكورا مأجورا على إلقائه هذه الكلمة بين أيديكم، وشكر الله لكم يعني خطواتكم وتكثير سواد أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم، مرحبا شيخنا الفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحة البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين
المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، معاشر الحضور الكريم في هذه الجمعية المباركة، بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ هذا المجلس، والحمد كله له سبحانه وتعالى والشكر كله له، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجمع مجمعا مباركا مرحوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما، وأن يجعل إن شاء الله تعالى تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما، اللهم آمين. كما سمعتم من أخينا المفضال ست ياسين، فإن هذا المحور الذي أسند إلي والمتعلق بفهم السلف مكانته وتعريفه، وقبل أن أدخل في المضمار بنوع من الاختصار، فنقول منهج السلف، لأن فهم السلف أو الفهم يقع فيه الخلاف، فهم فلان ليس هو فهم فلان وليس هو فهم فلان، لكن حينما نقول منهج السلف أي طريقة الاستدلال عند السلف، وبالتالي فإن ما يقع من الخلاف في بعض المسائل هذا من باب يعني الخلاف يعني المباح المعروف، أما من حيث الأس المتعلق بالعقيدة فلا تجد فيه خلافا البتة. إذن منهج السلف، وهنا يعترينا، فهذا أو هذه الكلمة تتكون من كلمتين، منهج وهو الطريق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. إذن فالمنهاج أو المنهج أو المنهاج فهو الطريق، أي طريق الاستدلال عند السلف أو عند الأسلاف. وأما السلف فهذه الكلمة جذر الكلمة السين واللام والفاء، هذا الجذر المقصود به المتقدم لك، الآباء والأجداد أو كل من تقدمك لغة فيسمى سلفا لك. أما من حيث الاصطلاح أيها الأفاضل، فإذا أطلق السلف فهم الأوائل، فهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين عليهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عن الصحابة، والصالحون ممن يسير على نهجهم. وهذا الاسم هل هو بدع من القول كما ربما يذهب البعض؟ كثير من الناس تسمع سيدي أنا مسلم، لا إشكال، لكن مسلم الشيعي يقول مسلم، كذا يقول مسلم، هذا يقول مسلم، لكن مسلم كيف؟ ينبغي لابد من التحديد والبيان، فأنا مسلم على منهاج الصحابة والتابعين وتابعيهم، على منهج القرون الثلاثة. وهذا أصل، بمعنى أن هذا الأمر لم يأتي من يعني من الفراغ، وإنما المتأمل في سيد السلف صلى الله عليه وسلم، فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي غيره ماذا قال لابنته فاطمة؟ إن خير سلف لك أنا، إن خير سلف لك أنا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الاسم، والقدامى في مقدمة مسلم دعوا حديث عمرو
ابن ذئبي فإنه كان يسب السلف. ولو بدي تأمل واحد المجموعة ديال العلماء تجدهم في تراجمهم وكان سلفيا وكان أثريا وكان على طريقة السلف. وكنت جمعت في وقت من الأوقات مجموعة منهم وفي أوراق مع الأسف ضاعت مني. القصد عندي بأن هذا الأمر يعني كان مبتوتا ومعروفا. وما المقصود منه أيها الأفاضل؟ المقصود منه من كان على هذا المنهاج وعلى هذه الطريق في الاستدلال. قد يقول قائل وما معنى هذا الأمر من حيث الاستدلال؟ بمعنى أن هذا المنهاج يجعل لا يتحرك لا يمنة، أي المنتسب أقصد المنتسب إلى هذا المنهاج وإلى هذه الطريق لا يتحرك لا يمنة ولا يسرة في أمورها في أموره كلها إلا بالدليل الشرعي، إلا بالدليل الشرعي عفوا. والدليل هو ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء على هذاك الفهم العام للصحابة والأئمة والتابعين. إذن حتى يكون الإنسان على هذا النمط في الاستدلال وفي الطريق وفي كذا، فهذا يسمى على منهج السلف الصالح، على منهج السلف الصالح. هذا الذي هذا هو المقصود. وهذا المنهاج ولا هذا الطريق، وبعضهم يقول على منهج أهل الحديث، إن أهل الحديث هم الذين لزموا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها. أهل الحديث أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فتجد الواحد منهم لا يتحرك إلا بنص، النص من كتاب الله أو النص من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من آثار الصحابة أو التابعين وهكذا. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص، قدم النص والآراء فاتهمي، قدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الفتى من موجب النقم، وكل كسر وكل كسر فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ما تم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوب لمغتنم. إذن هذا هو المنهاج، بمعنى أن هؤلاء الذين على هذا المنهاج وعلى هذه الطريق يعظمون النص، وهذا واضح بين. هل في حسبانك، هل يمكن أن تتخيل أيها المسلم مسلم لا يعظم النص؟ يعني من حيث الواقع لا يمكن يكون، ولكن فين واقع القضية؟ وقع في الحمل، في العمل، في العمل. من ناحية العملية كثير من الناس لا يعظمون النصوص. مثال، تصور معايا واحد سامع، تصور معايا واحد كأننا أيها الأفاضل احنا ولا أي واحد كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصور أنت جالس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسألة ما، بسنة ما، كيف خصك تتصرف أنت؟ هل يجوز في حقك أن تخالفه؟ أبدا أبدا، ما لا ينبغي أن يخطر. ولكن ما بالنا في أعمالنا الآن؟ حين معتد تقول لي مراد مسألة فيها النص، النص النص النص، وربما يقول لك واش مقصود بهذا النص؟ النص راير مثلا، يجي الانسان مثلا الى حلق اللحيه، وحلق اللحيه على
يعني إجماع الأئمة الأربعة على أن حلق اللحية حرام لا يجوز، أجمع الأئمة الأربعة. ورجعوا النصوص في الباب. إذن وهل حين تقول لك الإنسان هذا راه نص؟ لا، راه المقصود قال الشاطبي راه تحسينيات، إنه من باب التحسينيات ومن باب كذا. يا أخي اش بينه وبين الشاطبي ولا فلان ولا علان؟ واش حنا مثلا يلا خليتي النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة وخليتي الصحابة رضي الله عنهم وخليتي التابعين رضي الله، وجيت للقرن السابع ولا القرن السادس والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه نصوص كثيرة في الصحيح، احفوا الشوارب واعفوا اللحى واتركوا اللحى، خالفوا المجوس، نصوص كثيرة. بل عند ابن سعد في الطبقات بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رسولين من كسرى وهم قد حلقوا لحاهم وأوفروا الشوارب وفرة كبيرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر إليهم، ما التفت إليهم صلى الله عليه وسلم، فقال ويلكما من أمركما بهذا؟ قالوا أمرنا ربنا. قالوا اعبدوا الناس أمر. قال أما ربي فأمرني بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية. حنا تنظروا في الأصل كيف، بمعنى الإنسان حينما يأتيه نص من النصوص في مسألة من المسائل التعبدية فلا ينبغي له أن يخالفه، بلها أن يرده، بلها أن يبحث على المسوغات. إذن أيها الأفاضل، إذا علم هذا وتقرر، كيف احنا هذا منهاج الصحابة وهذا الطريق ديال السلف واش جبنا غير من دماغنا؟ لا شك أيها الأفاضل أن هذا هو الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، وارتضاه نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة الصحيحة. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال الشافعي سبيل المؤمنين الصحابة، بل استدل بهذه الآية على الإجماع. ولا إخفى عليكم أن من أصول الشريعة إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول الاستدلال، هذه أصول الاستدلال الأربعة المتفق عليها. إذن فينبغي للإنسان أن يراعي هذا الأمر. والنبي إذن من وسأذكر مسألتين أساسيتين في هذا الباب، منها قوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون يا محمد حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الآية أصل في بيان المنهج الصحيح، في بيان منهج السلف، منهج السلف الذي هو تعظيم السنة كما سبق وان ذكرت من كلام سبيلا وسنة. لذلك من منهج السلف تعظيم السنة ولا يبغون بغيرها بدلا. فلا وربك أي لا يؤمنون، شوف نفى عنهم الإيمان وهذا قسم بالرب السماوات والأرض، حتى يحكموك أي محمد فيما شجر بينهم، وما شير يحكموك حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. سلمة يتحرش حينما يقال له هذه سنة، هذا نص ينبغي أن لا تخالفه، لا يتحرج من ذلك. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأصل في هذا المنهج أيها الأفاضل التسليم،
وهو أصل عظيم في العبادة. من أصول العبادة التسليم لمن؟ لله سبحانه وتعالى، للشارع، سواء كان كتابا أو سنة. ويعضد هذا الأصل أيها الأفاضل، ولا أريد أن أطيل عليكم، ويعضد هذا الأصل ما ورد عند مسلم من حديث يعني رفيع ابن خديج رضي الله تعالى عنه، حينما سئل عن المحاقلة، والمحاقلة هو بيع الزرع في سنبله قبل بدو صلاحه بالحب، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وكانت نافعة لنا. إلى بين الدنيا وبين داك الشيء تشراه كان تنتفع به، واش وطاعية الله ورسوله أنفع لنا. شوف دابا شوف الصحابة، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، بمعنى أيها الأفاضل، فإن النفع المطلق هو في لزوم الكتاب والسنة، في لزوم هذا المنهاج وهذه الطريق. ونحن نسمع جميعا قول نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره: خير الناس قرني، خير الناس قرني. هذه الشهادة ممن؟ من سيد الخلق، شهد لهذه القرون بالخيرية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ووردت في رواية القرن الرابع، وهناك من صححها من أهل العلم فيما أذكر: ثم قرني بسن، ثم يفشو الكذب، رحمك الله. إذن هذه النصوص أيها الأفاضل كلها تدل على مكانة هذا المنهاج، وعلى مكانة هذه الطريق، وبأن هذه الطريق هي المتعبد بها، لأن جميع الطرق إلى الجنة مسدودة إلا طريق محمد بن عبد الله بن آمنة صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباد تحفظونه في السنن: عليكم بسنتي، أي إلزموا فعل أمر، إلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. بمعنى إنه قبل أشكال فينا: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بسعص متنبأ لما نعيشه، وهذه من نبوته صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحبل على الغريب يسدي كل واحد اللي بغى شي طريق يشدها؟ أبدا. وهو الناصح الأمين، وهو الحريص على أمته: جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم، بل كان يجد شدة، تقال له ربه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. كان صلى الله عليه وسلم يتحرج، كيف هذا سيد الخلق الرحيم بهذه الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني آخذ بحججكم، شدك من تكيد وأنتم تقحمون في النار، دايرين بحال داك الفرش، متى تزقوش متى تسمعش. شوف هذا الحرص ديال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم على الأمة لا تضل. وهو القائل كما في الموطأ مرسلا وقد وصله الدارقطني والبيهقي، وهو صحيح بشواهده: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، بالمفهوم المخالفة: إن لم تتمسكوا فأنتم
ستتعرضون للضلال أكيد، أن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض كما عند الحاكم. شوف هذا منهاج، فإنه ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. جاء الحل وجاء ما الذي ينبغي أن يفعل، فعليكم هذا اسم فعل أمر اللي هو إلزموا، حين تلقوا ذاك ما تبقى إلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وجاء في حديث الافتراق في السنن، ستفترق اليهود والنصارى على 73 فرقة، وستفترق هذه الملة على 73 كلها إلا واحدة. فجاء في رواية الترمذي من كان هذه الواحدة اللي هي ناجية، اللي هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية كما سميت بمجموع من النصوص أخرى، فمن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يقول لي شي حد وزيدي هذا كله كلام سيد الخلق، أنا ما جاءتيت شيء بشيء من عندي. فلذلك فالسلفية ليست فترة مباركة، فترة زمنية مباركة، هذا خطأ. إن المقصود كأنها زعما صفي، لا ينبغي التأسي أبدا. نعم هي فترة مرت، ولكن ينبغي لزوم طريقها. ولعلي أختم بتلكم القاعدة المالكية السنية لإمامنا مالك عليه رحمة الله، إمام دار الهجرة، هذا الإمام العالم الذي كان يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا مبا صلح بها أولها، وما لم يكن يومئذ دينا، فهذه الفترة الزمنية لا يكون اليوم دينا، بمعنى أن الدين الذي ارتضاه ربنا سبحانه وتعالى ورضيه نبينا صلى الله عليه وسلم وأراده الله منه هو ذلكم الدين الذي كان عليه أولئك الأخيار الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم طريقهم والسير على منهاجهم، هذا المنهاج المبارك الذي نتفيأ الظلال فيه، الذي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو عنا راض. أيها الأفاضل، لعلي أكتفي بهذه الإشارات، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، وأترك يعني المجال لأخينا وحبنا الشيخ عبد العزيز ليتكلم على محواره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله في شيخنا وجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وشيخنا قدوة في الهمة ولله الحمد كما ترون، وقد ما يعني رأينا من همته ومن تجربته لثلاث عقود أو أربعة في الدعوة إلى الله جل وعلا. وقد لاحق شيخنا بركب أهل التحقق والتحقيق، وكما سعدت هذه الأمة بالإسناد وافتخرت بهذا الأمر، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما ورد عن السلف يعني الحرص على الاعتصام بهذا المنهج المرضي. وكما هو الاختصار يعني نثني بشيخنا عبد العزيز المسلك، وهو كذلك ممن بيضت لحياته في الدعوة إلى الله وفي التمسك بهذا المنهج، ويعني شيوخنا أوتاد لنا وقد استناروا بما بالسلسلة الذهبية وبما عليه العلامة الشيخ أبو سال حفظه الله، والشيخ زهرات، والشيخ الدراري، وهؤلاء الذين يعني انتفعنا بهم أيما انتفاع. يعني اختصارا نثني بهذا الجزء الثاني، وهو المحور بعنوان دور هذا المنهج وهذا الفهم المرضي العظيم وهذا الأصل في تصحيح المسار الدعوي. فكل يدعي وصلا بليلى
وليلة لا تقر لهم بذاك. والوصل هنا يعني أن نعتصم بهذا المنهج الذي سمعتم يعني دلائله والدلائل المتوافرة على طول القرآن لمن تعلق بكتاب الله عز وجل وبما يقرأه ويسمعه من يعني تزكية الله تبارك وتعالى للأماجد للصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فيتفضل شيخنا المبارك حفظه الله بإلقاء كلمته في هذا المحور مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نحمده تعالى أن جمعنا وإياكم في هذه الجمعية الطيبة المباركة وفي هذه الليلة المباركة بإذن الله جل جلاله، وأسأل الله تعالى أن نكون عند حسن ظن إخواننا بنا. وجئنا لنشارككم ولندردش معكم ونتذكر وإياكم، وتكون بيننا وبينكم صلة العلم أو صلة رحم العلم والدعوة إلى الله عز وجل والأخوة في الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم، وفي الحقيقة موضوع مهم جدا، ولا تكفي فيه هذه اللحظات التي نقتطعها من أجله، فهو موضوع طويل الذيل واسع الباب. ولذلك كما فعل أخي الحبيب الشيخ سيدي محمد زغير حفظه الله تعالى، كما نقول رشنا رشات، فلعلها إن شاء الله تعالى أن تكون نافعة كافية، ومن أراد الاستزادة فبين يديه بإذن الله عز وجل كتب أهل العلم في الباب. أيها الأحبة الكرام، لنستحضر أولا أن هذا الدين أنزل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلما أنزل الله تعالى القرآن على نبيه الكريم قال له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين بسنته ما جاء مجملا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما ورد في القرآن فيه العقائد، وفيه باب الأحكام والعبادات، وفيه باب الأخلاق والتزكية. النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعترف ويقر أنه بلغ الأمانة، وأنه لم يخفي عن صحابته شيئا، فكل ما يقربهم إلى الله عز وجل إلا ودلهم عليه، وكل ما يكون سببا في البعد عن الله إلا وقد حذرهم منه عليه الصلاة والسلام. ففهم القرآن كان واضحا جليا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أصول الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، كان الصحابة يفهمونه فهما واضحا بينا، تلقوا ذلك عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما بلغ الأمة ألفاظ القرآن كذاك بلغهم المعاني، فلهذا تعلم الصحابة عقيدتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلموا كيف يتعبدون لله عز وجل في باب الأحكام والأمر والنهي من النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يرتقون بأخلاقهم
ويسمون بها، تعلموا جانب الأخلاق وجانب التزكية من النبي عليه الصلاة والسلام. إذ من المهام العظيمة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام وجانب التزكية، فجاء بالتعليم وجاء بالتزكية كما جاء في غير ما آية من كتاب الله جل جلاله. إذن فالصحابة تلقوا هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الدين، هذا الدين بلغه النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت سورة النصر لتبرز هذه الحقيقة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعمر رضي الله تعالى عنه كان يفهمان من هذه السورة، من سورة النصر، أن فيها قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام، تشعر بقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فبدأت الوفود تأتي من قبائل شتى. هذا الدخول بهذا الكم الهائل دل على أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغت الناس وقد أدى ما عليه. فلهذا أيها الأحبة الكرام، صارت الأمانة بعد ذلك بيد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة بلغوا ذلك إلى من؟ إلى التابعين، وهو الجيل الثاني من السلف، جيل التابعين، هم الذين عاشوا وتتلمذوا وصاحبوا الصحبة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وهنيئا للصحابة بصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهنيئا للتابعين بصحبتهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك بدأ كل خلف يتلقى عمن تقدمه وسلفه. فنقف عند أهل القرون الثلاثة المفضلة، كما أشار شيخنا في الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالقرن الأول جيل الصحابة، والقرن الثاني جيل التابعين، والقرن الثالث جيل أتباع التابعين. هؤلاء الصالحون أو أهل هذه القرون الثلاثة كانوا هم القدوة في كل فضيلة، هم في المقام الأعلى في تطبيق شريعة الله عز وجل، لا يوجد من يفضلهم. أفضلهم الصحابة، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. فلذلك يا أحبة هذا الجيل العظيم، لا شك أننا أمرنا أن نتبعهم وأن نقتدي بهم. في الآيات التي ذكرها شيخنا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، بمعنى ويتبع غير سبيل الصحابة، فمن كان إيمانه على خلاف ما كان عليه الصحابة لم يكن من أهل الهداية، ومن كانت عباداته على خلاف ما كان عليه الصحابة لم يكن من أهل الهداية، ومن كان في باب التزكية على خلاف ما كان عليه الصحابة لم يكن من أهل الهداية. فدل على وجوب اتباعهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار هم من؟ الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظوا معي، لما ذكر الله تعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يشترط شرطا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بعدها والذين اتبعوهم بإحسان.
فيهم التابعون وأتباع التابعين إلى أن تقوم الساعة. نحن أمرنا أن نتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أن نتبعهم بإحسان، أن نتبعهم حذو القدة بالقدة، أن نتبعهم خطوة خطوة. ولهذا كما أثر عن ابن مسعود وغيره من الصحابة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. كفانا الصحابة رضي الله تعالى عنهم مؤونة كل شيء. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: هم فوقنا في كل فضيلة. الصحابة هم فوقنا في كل فضيلة. ويكفي أيها الأحبة الكرام أننا نستحضر ما قدموه من أجل نصرة هذا الدين، سواء في العهد المكي أو في العهد المدني. بذلوا أنفسهم وبذلوا أغلى ما عندهم من أموالهم وأوقاتهم وما إلى ذلك، كل ذلك في سبيل نصرة دين الله عز وجل. فلهذا أيها الأحبة الكرام، السعيد والموفق ومن سار على وفق ما كان عليه هؤلاء، لأن دائما الفيصل عند الاختلاف، وهو أن نتحاكم إلى كتاب الله، نعم، إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ولكن بفهم من؟ لأن كثير من الطوائف التي جاءت بعد ذلك أيضا يقولون: نحن أيضا نأخذ بكتاب الله ونأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا الذي يأخذون به هو نفسه الذي أخذ به الصحابة وفهمه الصحابة؟ لا، أبدا، ليس هو. فلهذا إذا اختلط عليك الأمر واختلف عليك، فانظر إلى ما كان عليه الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا أريد أن أدخل إلى ذكر الفرق الكلامية التي جاءت بعد الصحابة، بدءا من الجهمية إلى المعتزلة إلى الكلابية والأشاعرة ومن جاء بعدهم، كلهم جاءوا بعقائد هي مخالفة إما كلية أو في كثير من مسائلها لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، في باب الإيمان، في باب الصفات، في باب القدر، في كثير من الأبواب، وكذلك في باب العبادات. لاحظوا معي الآن، نأخذ مثال وهو قراءة القرآن جماعة. قد نختلف هل هي سنة أم غير سنة. تقول القائل: هي سنة. تقول: ما الدليل؟ يقول: الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، إلى آخر الحديث. قال: انظر، يتلون كتاب الله، فذكر الفعل هنا على بصيغة الجمع. تقول: طيب، هذا الحديث من قاله؟ قاله النبي عليه الصلاة والسلام. من بلغه؟ بلغه الصحابة رضي الله عنهم. فهل اجتمع الصحب الكرام يتلون القرآن بصوت واحد، أم كان دأبهم وديدنهم أن يقرأ القارئ الواحد والآخرون يستمعون؟ لأن إذا قلنا هذا في يتلون، ماذا نقول في ويتدارسون؟ الآن نحن نتدارس، وإن كنت أنا المتكلم لكن نحن نتدارس. لكن لو كنا جميعا نتكلم، لا أحد يستمع إلى الآخر ولا أحد يفهم من الآخر. لكن نقول: طيب، هل الصحابة قرأوا القرآن جماعة؟ لا. هل قرأه التابع جماعة؟ لا. هل قرأه أتباع التابع جماعة؟ لا. القرون الثلاث المفضلة، الأئمة الأربعة، هل قال به أحد؟ لا. هل مذهب الإمام مالك رحمه الله القول به؟ لا، بل القول بضده، وقد نهى عن ذلك. إذن الآن يتضح لي الأمر، هل أقرأ أم لا أقرأ؟ ولو كانت نيتك حسنة، أقول: لا تقرأ، لأنه قد تريد خيرا لكن تقع في ضده. مثلا اتباع الجنائز بهذه الأذكار التي نسمعها، وهي تختلف من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية وما إلى ذلك، هل نتبع الجنائز بالأذكار أم نتبعها بالصمت؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار.
كيف ما كان هذا الصوت؟ كيف كان حال الصحابة؟ وكيف كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في تشيع الجنائز؟ كانوا يشيعونها بصمت. هذا الذي نراه اليوم متى حدث وكيف حدث؟ إذن بعض الناس ربما يظن أن هذا كان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بضده وهو الصمت، بضد الذكر، وفي كثير من هذه الأذكار مخالفات، حتى ذاك الذكر فيه مخالفات. إذن فما الذي نقوم به؟ هل نشيع الجنائز بصمت أو نشيع الجنائز بالذكر؟ قلت إن كنت تعظم ما جاء عن الله وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتعظيم ذلك من تعظيم الله ورسوله، لأن تعظيم الله وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مأمور به كل مسلم، ينتج عنه ماذا؟ تعظيم كلام الله وتعظيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول في أوائل الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا قال الله قولا أو قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا، فلا تقدم بين قولهما وتقول ولو كذا أقول أنا كذا، لا أبدا، لا يدق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا خيارة للمؤمن مع أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة، بل السمع والطاعة. إذن هذا المثال واضح. مثلا كنا في إحدى المرات في جنازة واختلف الناس، فمن قائل أن تشيع بالصمت ومن قائل أن تشيع على ما عليه الناس. فأعجبني رجل كبير في السن سأل إمام المسجد، قال: أسألك يا إمام، وسط هذا الخلاف، كيف شيع النبي عليه الصلاة والسلام الجنائز؟ قال: بالصمت. قال: كفانا هذا. إذا علمت وفهمت أن النبي عليه الصلاة والسلام شيع الجنائز بالصمت، إذن زال الخلاف. فالواجب طاعته واتباع ما أمر به. وهكذا في كثير من المسائل. الآن نأتي إلى بعض المسائل الدعوية الكبيرة. تعلمون يرعاكم الله، لما جاء الأمر المشؤوم وهو ما يسمى بالربيع العربي، هذا الحلم الذي فقد فيه كثير من العقلاء عقولهم، فظن الناس أنهم في أرمشة عين ستقوم الخلافة وسيزول الظلم وسيكون. حتى لا نتكلم عن كثير من الحركات الإسلامية التي تنتسب للإسلام، هذه هي التي قادت مع عوام الناس مثل هذه المحاولات الإصلاحية، وإن كانت لا تمت إلى الإصلاح بالصلة. لكن المشكل في من كان يعتقد منهج السلف، فجاء إلى هذه المحطة وهذا الاختبار، فإذا به ينظر فلان قد سقط وفلان قد سقط، فظن أن ما كان يعتقده وهو ماذا؟ أن نلزم ولي الأمر وأن لا نخرج عليه وأن لا نشارك في مظاهرات وأن لا كثير من المسائل نعتقدها، سطرها أئمتنا، فيها كثير من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها مواقف للسلف ولغيره من العلماء، لكن عند الامتحان هنا تختبر. فشارك كثير من الناس ظنا منه أن أخطأ العلماء في فهم من النصوص، حتى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإمام: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، قالوا هذا في الإمام العادل. سبحان الله، إمام عادل
يضرب ظهرك ظلما ويأخذ مالك ظلما، أي عدل هذا؟ المهم النصوص تكون واضحة، لكن الأهواء أحيانا قد تغلب، شهوات قد تغلب. لكن الآن لو رجعنا إلى أولئك الذين خرجوا وقلنا لهم كيف الوضع الآن، كيف الوضع الآن؟ هل ترقيتم في الجانب الاجتماعي والمعاش وحققتم مطالبكم الاجتماعية؟ هل حصل عندكم الأمن والأمان والعدل و فإذا بالجواب ليتنا بقينا على ما كنا عليه قبل. سل أهل ليبيا وسل أهل اليمن وسوريا وما وهكذا. فلهذا أيها الأحبة الكرام، الثبات عزيز، والحكم بيننا في مثل هذه الأمور التي قد نختلف فيها، وخصوصا في عصر هذه الشبكات العنكبوتية التي يكثر فيها المتكلمون بأمور لا يصلح أن يتكلم فيها إلا كبار العلماء، فإذا بالحدث الصغير عنده تعبئة 5 دراهم ويتكلم ويطعن العلماء خائنون، العلماء ظالمون، العلماء كذا، العلماء. لكن انظر الآن، سلمنا الله تعالى في بلدنا المغرب، بدأت الشرارة لكن قاومها المصلحون بحق، فبقي عندنا الأمن والأمان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وأن يحفظ ولي أمرنا محمد السادس حفظه الله تعالى وبارك فيه، لأن الأمان هو كل شيء، إذا ذهب الأمان ذهب كل شيء. ولهذا قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الطعام والأمن من أكبر النعم، لأنه بدون أمن لن تأتي بالطعام، مع الجوع الشديد، لأن الجوع يكون سببا في الإخلال بالأمن، تكثر السرقة وما إلى ذلك والقتل وغير ذلك. فنحمد الله تعالى على ما عندنا في بلدنا من الأمن ومن الأمان. ولهذا أيها الأحبة الكرام، ينبغي أن نكون عقلاء وأن نكون حكماء في سيرنا وفي دعوتنا. دعوتنا دعوة حق، وهي حق واضح أبلش، فلذلك علينا أن نعرض دعوتنا بقلب مقبول، بابتسامة، بهدية، بحسن خلق، بأن أدعو إلى هذا الدين دون كلام، أن يظهر ذلك في علاقتي مع والدي وفي إحساني إليهما، أن يظهر ذلك في علاقتي مع زوجتي وكيف أنني أقمتها مقاما عاليا، وفي علاقتي مع أبنائي وكيف حفظت الله تعالى فيهم وقمت بمسؤوليتي تجاههم، في علاقتي بجيراني، في علاقتي في تجارتي، في وظيفتي. هنا نعم، إذا كان كل واحد منا، وهذا أمر واقع، فلست أنا الداعي أو أنا الشيخ، كلنا دعاة وكلنا في موطنه، فإما أن تعطي صورة صحيحة مقبولة عنك وعن إخوانك، وإما أن يقول الناس إلا كانوا دوم السلف ودوا فهم السلف ما بناش. فما أجمل أن تمثل ما أنت عليه، أن تتمثله في الأخلاق قبل أن تكون كثير الانتقاد للناس. فكلنا لنا عيوب ولا أحد يسلم، وكلنا نقارف الذنوب ولا أحد معصوم، فمن المقل ومن المكثر، لكن الله تعالى أكرمنا بباب التوبة والاستغفار، وأكرمنا سبحانه وتعالى بباب الستر. فلذلك إذا ستر الله تعالى عليك فلا تشمت ولا تشمت بغيرك ممن ابتلي في الظاهر، بل حاول أن تأخذ بيده إلى الله عز وجل،
وأن تأخذ بيده إلى بيت الله تعالى، وحاول أن تكون سببا في إنقاذه من مهالك الدنيا ومهالك الآخرة. أيها الأحبة الكرام، في الحقيقة هذا الموضوع هو موضوع مهم جدا وشائق جدا، والأمثلة في الباب كثيرة، ولكن في الحقيقة الوقت لا يسعف، ولعله إن أتيح لقاء آخر بإذن الله تعالى ويكون في وقت مبكر ربما نستطيع أن نفصل الأمر من الناحية العلمية بأدلته وذكر الفرق الكلامية ومواطن خلالها وما إلى ذلك. ولكن ماذا هذا الجمع المبارك مع إخواننا وأحبابنا ممن بحمد الله تعالى يشع الخير من وجوههم، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. أحببنا أن تكون هذه الكلمات كلمات عامة، لأننا نحن في هذه الدنيا في دار امتحان ودار اختبار وابتلاء، والله عز وجل اختبرنا بكتابه واختبرنا بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، واختبرنا بالصالحين من عباده، وهم أهل القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ولا أطيل عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. جزا الله خيرا شيخنا سيدي عبد العزيز المسلك حفظه الله وكرمه، وقد أجاد وأفاد في هذا المختصر المعتصر في الوقائع. والحمد لله، هذه كما سمعتم دعوتنا وعقيدتنا ومنهجنا بالأدلة، والأدلة لا زالت متوافرة، والمواضيع في هذا الشأن لا زال ينبغي الاستماع إليها والبحث عنها. والحمد لله على هذا الفضل العظيم الذي من الله به علينا، جمعنا بشيوخنا الأفاضل الأكارم، وبكم أيها الحضور الكريم، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، ونسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسنات هذه الجمعية المباركة، جمعية النور للتربية والثقافة والرياضة، فهنا التربية وهنا الثقافة وهنا فقه الواقع. فبعض الدعوات تقول يعني هناك موضوع آخر ينبغي أن يعرف، وهو يعني حرمة العلم وحرمة العلماء، وبعضهم الآن من جلدتنا يعني يضرب ضربا عشوائيا ويخبط في عمياء ويخبط خبط عشواء في قضية العلماء، ويتهمهم بعدم فقه الواقع. وشيخنا قد أفاد في هذا الأمر، ولازالت الوقائع، وهل العلماء إلا في الواقع؟ هل هم من كوكب آخر؟ العلماء كلهم في الواقع، هذا هو الواقع، وهذا الذي هذه هي تركة النبي عليه الصلاة والسلام كما حفظ عليها يعني الصحابة الكرام، ونقلها إلينا العلماء الأماجد عليهم رحمة الله وحفظ الله الأحياء. وهكذا لا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على الحق ظاهرين، فهنا الحق كما سمعتم بأدلته. فشكر الله لكم وجمعنا في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.